أهلا بكم. عندنا النهاردة درس جديد في مادة اللغة الإنجليزية بعنوان My Body. My Body, My Body يعني جسمي. My Body أول حاجة هنشوف عندنا هنا ال word time اللي هو وقت الكلمة. زي كلمة arm, arm, arm يعني ذراع, arm. وطبعا لما نيجي نجمعها نقوم حاطين لها الاس فهتكون arms, arms. يبقى arm جمعها arms, arms. وبنكتب arms arms, arms. بعد كده عندنا هنا كلمة leg. كلمة leg, leg يعني رجل, leg يعني رجل, leg, leg. لما نيجي نجمعها تكون legs, legs, legs يعني أرجل, legs يعني أرجل. بعد كده عندنا كلمة hand, hand, hand يعني يد, hand يعني يد, h a n d, h a n d. وطبعا لما نيجي نجمعها ونحطها الاس هتكون hands, hands, hands يعني قيود او ايدين, hands. بعد كده عندنا كلمة foot, foot, foot يعني قدم, foot يعني قدم. ولما نيجي نجمعها عشان دوت بقى جمع شاذ مش هنضيف اس زي الباقيين, لا هنقوم مبدلين او او باي اي فهتكون feet, feet, feet يعني اقدام, feet. بعد كده عندنا كلمة head, head, head يعني رأس, head, head, h e a d, h e a d. نيجي هنا عندنا use the words, use the words يعني استخدام الكلمات. عندنا I have two hands, I have two hands, I have two hands يعني أنا أمتلك يدان أو أنا لدي يدان. I have, أنا أمتلك أو أنا لدي two hands يعني يدان. بعد كده عندنا هنا action word time, action word time. عندنا wash your hands, wash your hands, wash your hands يعني اغسل ايديك, اغسل ايديك. wash يعني يغسل, wash يعني يغسل, w a s h, w a s h. بعد كده عندنا dry your hands, dry your hands يعني نشف ايديك, dry your hands. dry بنكتبها d r y, d r y. بعد كده عندنا brush your hair, brush your hair, brush your hair يعني سرح شعرك بالفرشة, brush your hair, brush your hair. brush بنكتبها b r u s h, b r u s h. بعد كده عندنا هنا comb your hair, comb your hair, comb your hair يعني سرح شعرك بالمشط, comb your hair. بعد كده عندنا هنا الثلاث حروف بتاعتنا. اول حرف عندنا حرف التي, عندنا اول كلمة في حرف التي كلمة تري, تري, تري يعني شجرة, تي ار اي اي, تري. وعندنا كلمة تيبل, تيبل, تيبل يعني ترابيزة, تيبل, تي اي بي ال اي. وعندنا كلمة تليفون, تليفون, تليفون يعني تليفون, T E L E P H O N E, telephone. نيجي هنا عندنا حرف اليو, حرف اليو كده بنكتب اليو كابيتال وكده بنكتبها سمول اصغر منها يكون لها سنة صغيرة على اليمين. عندنا اول كلمة في حرف اليو كلمة umbrella, umbrella, umbrella يعني شمسية, umbrella, U M B R E L L A, umbrella. وعندنا كلمة upside down, upside down يعني رأسا على عقب او مقلوب, upside down, upside down. up لوحدها يعني اعلى, side down, down لوحدها يعني اسفل. اول كلمة في حرف V كلمة violin, violin. بعد كده ثاني كلمة عندنا كلمة vest, vest, violin طبعا يعني كمان. عندنا كلمة vase, vase, باز يعني فازة. يبقى violin, vest, vase, violin, vest, vase. نيجي بقى هنا عندنا السؤال write the beginning letters,
هنا جايب لي صور وعايزني اجيب له الحرف الاول من الكلمات ديت. اول صورة عندنا صورة باز. باز باز يعني فازة، واحنا قلنا الاول حرف منها حرف الفي يبقى نكتبه في. بعد كده كلمة تري. تري تري يعني شجرة، واول حرف منها بيبدأ بحرف التي. وعندنا كلمة هيد. هيد يعني رأس، واول حرف بيبدأ منها حرف الاتش يبقى باز تري هيد. واخر كلمة عندنا كلمة فوت. فوت فوت يعني قدم، يبقى باز تري هيد فوت. باز تري هيد فوت. يبقى احنا كده اتعلمنا النهاردة النيو وورس، وعرفنا الاعضاء بتاعة جسم الانسان اللي هي ديت الهيد. الهيد والارم عندنا ديت الهيد والارمز عندنا هنا، وعندنا الليكس اللي هي الارجل، وعندنا الفيت اللي هي الاقدام. الفيت اللي هي الاقدام يبقى هيد وارمز وليكس وفيت. وخدنا use the words صنعنا الكلمات، و action word time action word time. وخدنا الثلاث حروف بتوع النهاردة اللي هما T واليو والبي. T واليو والبي. وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة، ونقابلكم في درس جديد مع نفهم نتعلم بوصول.